وصلت بلفاست الحمد لله. صديق لي اسمه فرانسيس حيستقبلني، حقضي في ايرلندا الشماليه كام يوم، حنصور بلفاست ولندن ديري وانتريم من اهم المناطق السياحيه اللي ممكن تشوفوها في بلفاست، اللي هي طبعا تايتانيك بلفاست، الميناء اللي بنيت في سفينه تايتانيك الشهيره، وكمان في قلعه بلفاست، وكمان في الجاينت كوزوي. فرا كان هو التور جايد تبعي في بلفاست وديري، شكرا فرا. هذا هو السيتي هول، مبنى بلدية بلفاست. طبعا كانت معروفة بلفاست انها كانت بؤرة توتر بين اللي هو اللويالست الموالين للحكم البريطاني والريببليكانز المواليين لايرلندا اللي بدهم الجزء الشمالي من ايرلندا يتحرر. طبعا هي بلدة كبيرة وفيها معالم سياحية كتير. فيزيت بلفاست مركز معلومات هنا لو واحد بده اي استشارة اي معلومة. موجود في رحلات هنا سياحية، سيتي سايت سينج باص في بلفاست، في حال حدا جاي على المدينة لأول مرة ومش عارف المعالم، هذه الرحلة كافية إنها تعرفك على كل معالم بلفاست. دونيغول سكوير هو أكبر الميادين في إيرلندا الشمالية، خاصة في بلفاست. هذا المكان اسمه كوينز أركيد، أحد مراكز التسوق هنا في بلفاست. طبعاً وانت ماشي بتسمع اللهجة الإيرلندية الجميلة جداً. فيكتوريا سكوير هو أحد مراكز التسوق الموجودة في بلفاست، طبعاً في عدد ثاني. مراكز التسوق هنا على فكرة متشابكة وقريبة من بعض، جميلة جدا المباني هاي. مقهى ستاربكس بالعادة بيكون تجمع للطلاب العرب في جامعة كوينز. طبعا بيصير في جروبات سياحية هنا تعريفية بالمدينة. كاسل أركيد كمان. هذا شارع اسمه كاسل بليس، برضه من الشوارع الرئيسية في بلفاست. أولستر بانك من البنوك الرئيسية في إيرلندا وإيرلندا الشمالية. كاسل كورت برضو كمان أحد مراكز التسوق الجميلة في بلفاست. مطعم الديرة هو أحد المطاعم العربية المعروفة في بلفاست. سنتر عبارة عن مكان يحتوي على سوفينيرز، هذا تذكارية. هذا التقائي اسمها كوينز بلفاست يونيفرسيتي، واحدة من أكبر ثلاث جامعات في إيرلندا الشمالية، موجودة في مدينة بلفاست، عمرها حوالي 177 سنة. طبعا فيها طلاب من منطقة الشرق الأوسط ومناطق مختلفة، بتبعد عن السنتر بس حوالي 10 دقائق مشي. هذا هو الستودنت يونيون تاع جامعة كوينز يونيفرسيتي بلفاست. ألستر يونيفرسيتي مش بعيدة من هنا، أحد الجامعات الرئيسية كمان. شام سوبر ماركت من أكبر السوبر ماركتات العربية في مدينة بلفاست. بلفاست مدينة حلوة وهادي وايه فيها كثير جالية عربي وبتجمعوا كمان بالمناسبات. شو عندك موجود؟ لحم حلال موجود، كل مواد غذائية عربي حلال. فينا سوق بسطات، احد مباني اذاعة البي بي سي. ألستر هول، قاعة ألستر.
بلفاست تايتانيك هو عبارة عن متحف بني في 2012، بيحكي لك تاريخ بناء سفينة تايتانيك اللي بنيت في أحد الموانئ الرئيسية الموجودة هنا في 1911. تيكت بتكلف 21 باوند حتى تاخذ جولة في هذا المكان. تايتانيك ستور ممكن تشتريه من عنده شغلات العلاقة بتايتانيك. سفينة نوماديك اللي من خلالها صعد بعض المسافرين إلى سفينة تايتانيك. هذا هو بلفاست تايتانيك ميوزيوم. بلفاست إسلاميك سنتر، مركز بلفاست الإسلامي، يعتبر أكبر مسجد وأكبر مركز في إيرلندا الشمالية. هذا أصدقائي هو مدخل لقلعة بلفاست. بلفاست كاسل، قلعة بلفاست هي أحد أهم المعالم السياحية في بلفاست. هي بنيت ثلاث مرات، المرة الأولى في القرن الثاني عشر، والمرة الثانية في السابع عشر، المرة الثالثة في 1870، حوالي 150 سنة عمرها. يميزها الحديقة الحلوة هاي، وطبعاً بتشوف مدينة بلفاست من الأفق، جميلة جداً والدخول مجاناً. في مقهى هنا جوا القلعة. طبعاً جزء من القلعة بيتم استخدامه كويدينغ هول، قاعة أفراح، مكان أثري جميل جداً. والحلو فيه كمان إنه منطقة هادئة، وبإمكانكم كمان تتمشوا في محيط القلعة، كتير رائعة، هواء عليل فريش. في كمان ناين كاتس. هذا أصدقائي هي البوتانيك جاردنز، حديقة جميلة جداً، لو جيت على بلفاست لازم أزورها.